بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم برنامج الأنسي. ما زلنا شغالين في الشابتر رقم 6 الخاص بموضوع الـ 3 دي إيليمنت. بنحاول نجيب مجموعة من التمارين والأفكار من المراجع المختلفة و مجموعة أفكار ونبدأ نطبق منها على البرنامج عشان نقدر نتمكن من البرنامج أكتر وأكتر، وفي نفس الوقت نقدر نطلع النتائج ونقدر نحكم عليه. المثال اللي عندنا ده هتلاقي عندك موجود في المرجع الخاص بالسوليد وورك من التوتوريال الخاصه بالسوليد وورك. احنا عندنا هنا جسم اسمبلي عباره عن تو رينج، عندنا اتنين رينج متوصلين ببعض او في كونتاكت ما بين الجسم الاولاني والجسم الثاني. الكلام ده مصنوع من الستيل، والاحمال بقى او الباوندري كونديشن بتاعتك كانت عباره عن بريشر يبدأ يضغط بيه او يبدأ يعمل بقى لود ببريشر في الاتجاه ده، وعندك المكان ده عبارة عن مكان التثبيت، والجزء ده انت عاوز تديله او عاوز تفرض له ان الجزء ده بيتحرك في الاتجاه ده فقط، ما بيطلعش ولا لفوق ولا بيتحرك في الاتجاه بتاع الزد، نسمح له الحركة في الاتجاه ده. طيب الكلام ده احنا عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب الاستريس والديفورميشن ومعامل الامان عن طريق المعادلات اللي احنا خلاص عرفناها وقدرنا نقدر او فاهمين بقى الكلام ده ماشي ازاي؟ ان معامل الامان بيساوي سيجما يلد على سيجما بي، والسيجما يلد هنا بتاعت الستيل عباره عن 250، يبقى انت مستني الرقم ده بكام عشان تقدر تقول ان الكلام ده يكون سيف او انسيف. الاسترس بنحسبه عن طريق نظرية بون ميسز، وتعالى نشوف بقى على البرنامج على طول على برنامج الانسز. احنا شغالين على المديول الخاص بالاستاتيك، وهتروح تفتح الديزاين مودر هتلاقي عندك تعمل بقى امبورت للملف بتاعك، وده شكل الرسمة بتاعتنا عبارة عن رينج وفي رينج تاني وفي حتة بليت معينة كده، ده اللي هنبدأ نشتغل عليه. نقفل الكلام ده بالنسبه لنا للكاد او برنامج ديزاين مودرر، ونخش على طول على الميكانيكال عشان نبدا نحط الباوندري كونديشن. احنا عايزين نروح نبدا نعمل الماتيريال ونبدا نعمل عمليه الميشنج ونبدا نحط البي سي وبعدين نطلع النتائج بتاعتنا. اول حاجه بنبدا نعرفه بنعرفها هي الماتيريال، فانت عندك ان الماتيريال عندك هنا عباره عن الستيل. الخطوه رقم 2 نبدا نعمل عمليه الميشنج، فنعمل جنريت للمش. ده شكل المش اللي اقترحه عليا البرنامج، وما دام عندي هنا شكل اسمبلي يبقى انت محتاج تروح تشوف موضوع الكونكشن. هتلاقي عندك هنا كونتاكت ما بين الجسم ده والجسم ده، وهنا عمله لك عباره عن بوندد. طبعا ده مش بوندد ابدا، لا نبدا نختار بقى نوع تاني، ان هو نختار نو سيبريشن في الحاله اللي قدامنا دي، وبعدين نبدا نعمل البوندري كونديشن بتاعتنا تكون عباره عن تثبيت او فيكسد من السطح ده، وعندي بريشر من الجزء ده اقول له البريشر في الاتجاه او يكون عباره عن نورمال. تعالى بقى نشوف بقى نديله بقى الاتجاه بتاعنا اللي هو عباره عن كام؟ سالب 2 ميجا باسكال، او العكس في الاتجاه المعاكس بالنسبه لنا سالب 2 ميجا باسكال. وتعالى نعمل بقى جنريت للمش. عايزين نبدا نطلع النتائج، احنا عملنا المش ونطلع بقى نعمل سولف للنتائج بتاعتنا. بدا البرنامج حلو، عايزين نبدا نشوف الاسترس ونشوف الاستطاله ونشوف معامل الامان. اول حاجه بالنسبه لي الاسترس طلع لي ب 241 و3 من 10. تعال نشوف بقى الشكل عامل ازاي، نبدا نكبر بقى ونشوف. وقيمه الديفورميشن تعال نشوف بقى قيمه الاستطاله عندك ب 3 من 10.
ومعامل امان هتلاقي عندك معامل امان طالع بيه 1.035، وده بالنسبه للتثبيت والبرشر. تعالى بقى نحط برضه من الباوندر كونديشن بتاعتنا، عايزين نحط الديسبليسمنت بالنسبه للسطح ده، ونعمل كنترول ونضغط على السطح ده كمان والسطح ده، ونبدا نعمل ابلاي. هنقول له ان الكلام ده حر في الاتجاه بتاع الاكس، انما في الواي والزد نخلي الحركه بتاعتها بزيرو، او ما نسمحش الحركه في الاتجاه ده. وتعال نحل تاني، نعمل سولف ونشوف تاثير النتائج بتاعتنا. او انت عاوز، مش عاوز، خلي عاوز الاتجاه، عاوز الحركه بتاعتك في الاتجاه بتاع الاكس فقط. فعندك هنا 236. تعالى نعمل بقى انيميت او انيميشن بقى للشكل بتاعنا. طبعا لو احنا غيرنا في شكل المش، لو احنا غيرنا بقى في المش وعملنا هنا الميثود وعملنا الشكل ده كله عباره عن نوع المش عباره عن تترا هيدرا، وبعدين نختار الاليمنت سايز، ممكن نحط اليمنت سايز بقيمه عباره عن 5 ملم، وتعالى نعمل جنريت للمش ونشوف الشكل. ادي المش بقى افضل من الاول. تعالى بقى نعمل سولف ونشوف تاثير النتائج. يعني احنا كان تقريبا طالع معانا نتائج ب 236 كاستريسز. تعالى بقى نشوف تاثير المش بالنسبه لنا. شايفين ادي ما غيرنا في الاليمنت سايز، بدا يحصل عندك ايه؟ بدا يحصل عندك ان قيمه الاستريس بي عندك بتتغير، ولازم تاخد بقى في الحسبان معاك لغايه ما توصل للقيمه اللي انت عاوز توصل لها، او تشوف القيمه الانسب بالنسبه لك اللي تقدر تعمل لها فاليديشن بقى مع الحل بتاعك. احنا كده بالنسبه لنا كافي جدا لحد الجزء ده، واحنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.